الكريم بركاوي قوية، والعويس يرفض خطأ كبير. ايش اللي يعمل دفاع الاهلي؟ مش معقول، لكن الرائد حاول في كرة ماضية يو على المر، مش معقول، جميلة جدا حقق لي الرائد. شوف الكرة الاولى العويس ابعدها، ثم بعد ذلك جاءت الكرة علي الاسمري خسرها فوزير الى بركاوي، وبعد ذلك الكرة التي صدت في العارضة ثم عادت مرة اخرى لمحمد العويس الذي ابعد. لعب الكرة، لا هذا فوزير، هذا فوزير، هذا فوزير قوية. العويس يقول انا موجود ساقود عن مرماي دائما وابدا ومهما كانت الظروف. الاهلي ومدافعي الاهلي، كرة خطرة، ايدير حاول، ايدير انتظر الكرة لكن ايدير فضل ان يسدد الكرة بنفسه.